لبنان أصبح له رئيس، العماد ميشيل عون تم انتخابه رئيسا للبنان، ومنذ قليل اتصل به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته. الأزمة السياسية في لبنان كانت تحول دون انتخاب الرئيس. لبنان كانت منقسمة بين معسكرين، يعني معسكر حزب الله والعماد عون في مواجهة المعسكر الآخر 14 آذار، وبالتوافق بين سعد الحريري كتلة المستقبل والعماد عون، يعني انتهت الأزمة إلى حد كبير، وحرص اللبنانيون على أن يتم انتخاب رئيس تحت شعار المهم أن ينتخب الرئيس وأن ينسى الجميع الخلافات. طبعا كانت الأزمة في لبنان أيضا بيصنفها البعض على أنها جزء من الصراع السعودي الإيراني، يعني البعض يقول أنه التدخلات الإقليمية في لبنان هي السبب في عدم انتخاب رئيس حتى الآن. طيب، تم الانتخاب الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا للبنان. ورقة بيضاء، ميشيل عون، ميشيل عون. مبروك فخامة الرئيس. ميشيل عون. أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. دولة الرئيس مجلس النواب، دولة رئيس مجلس الوزراء، حضرات النواب والوزراء، حضرة رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي، أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، كنت قد آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتخبت رئيسا للجمهورية، لا سيما أن يمين الإخلاص للأمة التي أوردت الدستور نصها الحرفي إنما هي التزام وجوبي على رئيس الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة، وفيها كل المعاني والدلالات والالتزامات، إلا أن الخلل السياسي المتمادي والشغور المديد في سدة الرئاسة حملاني على أن أتوجه من خلالكم وبالمباشر إلى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دوما على الموعد معي، والحصن المنيع الذي ألجأ إليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية. إن من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلسا وشعبا ثقتكم لتحمل مسؤولية الموقع الأول في الدولة الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخلو يوما من المسؤوليات الوطنية، سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوأ قيادتها، أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري. أخيرا أصبح للبنان